تغيرات مناخية، كوارث طبيعية وحرب سيبرانية هي المخاطر التي أصبحت تهدد الاقتصاد والفاعلين في الميدان، ما يستدعي تأطير عملية ولوج شركة التأمينات لهذه السوق وفق الحركية الاقتصادية الجديدة. فيه مخاطر استراتيجية، مخاطر طبيعية، لذا يعني مسألة التأمين شيء يعني ضروري لحماية كل ما هو مكتسب. نحن كفرع نعمل في مدينة بشار قد تضررنا كثيرا من هذه الفيضانات، وقمنا بالإجراءات اللازمة أمام شركة التأمين من أجل التقييم واسترجاع الخسائر التي لحقت بنا. نلتقي مع متعاملين اقتصاديين باش نوعيهم على أهمية التأمين، أهمية المخاطر، كيفاش يأمنوا بالطريقة المثلى على أساس أنهم تكون عندهم تغطية تأمينية اللي توافق النشاط الاقتصادي اللي يمارسه. وللرفع من مستوى الوعي بأهمية التأمين نظم بوهران ملتقى مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين. هي التحسيس مخاطر جديدة، يعني مثلا كما مخاطر تاع التكنولوجيا، وخاصة معرفة المخاطر فيما يخص النقل البحري. وحنا الهدف هو انه من جهة نوعوا المتعاملين على أهمية تسيير الأخطار، ومن جهة أخرى حتى نوعيهم على أنماط وأنواع التأمين. وقعنا اتفاقية مع شركة كناب بنك حتدخل حيز تنفيذ تسمح لنا بتوزيع بعض منتجات الشركة لا سيما الأخطار الطبيعية عن طريق مكاتب كناب بنك. هي خطوة مهمة نحو بناء ثقافة واعية بأهمية التأمين وبناء قطاع اقتصادي أكثر صلابة وقادر على مواجهة مختلف المخاطر.